والحديث أكثر عن تطورات الأوضاع في محافظة كربلاء ينضم إلينا عبر الهاتف مراسلنا من هناك طارق الخفاجي، مرحبا بك معنا. ما أبرز الأحداث التي سجلتها محافظة كربلاء اليوم، وبالتحديد وقفة العشائر في مداخل المحافظة بهدف الحفاظ على سلمية التظاهرات؟ نعم مراني، يعني منذ يوم أمس كانت بالتزامن مع أحداث ساحة الخلاني والسنك شهدت محافظة كربلاء تجدد الصدامات بين المتظاهرين والقوات الأمنية أمام مبنى المحافظة، وقامت القوات الأمنية المتمركزة على سطح مبنى المحافظة خلف الجدار الكونكريتي الذي وضع لمنع المتظاهرين من الدخول للمبنى، قامت بإطلاق الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية لتفريق المتظاهرين الذين تجمهروا أمام المبنى، مما أدى إلى حصول حالات اختناق بصفوف المتظاهرين، حيث استقبلت المفارس الطبية المتواجدة في ساحة التربية يعني يوم أمس أكثر من 15 حالة اختناق بسبب يعني بين صفوف المتظاهرين. وأيضا هذه الأحداث وعلى خلفية أحداث جريمة ساحة الخلاني ونصف السنك في بغداد يوم أمس، تعالت أصوات المتظاهرين المعتصمين في ساحة التربية وسط كربلاء والذي مضى على اعتصامهم أكثر من شهرين، استنكارا وتمديدا باستهداف وقتل المتظاهرين في بغداد يوم أمس، مطالبين بملاحقة مرتكبي الجريمة وكشف الجهات المتورطة باستهداف وقتل المتظاهرين السلميين، محملين الحكومة والأجهزة الأمنية مسؤولية حماية المتظاهرين والحفاظ على أرواحهم، مؤكدين في ذات الوقت أن مهما فعلوا الفاسدين باستهداف الحراك الشعبي المنتفض ضد الفساد فإنهم لن يتراجعوا مطلقا، بل سيزيدهم ذلك يعني هذا الأمر عزيمة وثبات وإصرار، وأنهم مستمرون في الاعتصام لحين نيل الحقوق وتحقيق الإصلاحات والتغيير وتحقيق كافة المطالب المشروعة التي خرجوا من أجلها. طيب. والتي في مقدمتها التغيير الشامل في العملية السياسية وإنهاء المحاصصة واختيار رئيس وزراء مقبل للبلاد يكون مستقلا بعيدا عن المحاصصة الحزبية والتدخلات والضغوط الخارجية، ليكون قادرا على حل المشاكل التي عانى منها البلد وما زال يعاني. وأيضا يعني كان شهدت ساحة التربية اليوم يعني دعوات ومطالبات ومناشدات بإطلاق سراح عدد من المتظاهرين من أبناء المحافظة والذين تم اختطافهم يوم أمس على خلفية مشاركتهم في دعم الاحتجاجات السلمية في ساحة التحرير، حيث تمت عملية اختطافهم أثناء عودتهم من ساحة التحرير من قبل جهة مجهولة. وأيضا حمل ذويهم الحكومة والأجهزة الأمنية مسؤولية الحفاظ على سلامة أبنائهم، مناشدين الجهات التي اختطفتهم بإطلاق سراحهم فورا. وأيضا عدد من شيوخ وجهاء العشائر حول سؤالك رانيا المعتصمون في ساحة التربية، وأيضا بعض العشائر في المدينة اليوم يعني وجميع الجهات الداعمة والساندة للاحتجاجات أكدوا استمرارهم ودعمهم ومساندتهم للمعتصمين وللمتظاهرين السلميين، مؤكدين التزامهم بتوجيهات المرجعية الدينية بضرورة التوسع بحركة الاحتجاجات الشعبية خصوصا في ساحة التحرير. هو أود أسألك طارق، هو أود أسألك حول هذه النقطة، أنه هل سيكتفي المتظاهرون متظاهرو كربلاء أنه يعني سوف تكون تظاهراتهم فقط في كربلاء، لأن هناك أنباء أكثر من مرة حتى عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حتى مواقع التواصل الاجتماعي، حتى عبر وسائل الإعلام، يعني هناك ناشطين يقولون أنه سوف نخرج تظاهرات جنوبية من الجنوب إلى بغداد والدخول إلى ساحة التحرير، عفوا الدخول إلى الخضراء. نعم هناك يعني بعض يعني الأنباء يعني بعض الدعوات الآن تطلق على منصات التواصل الاجتماعي بالتوجه إلى بغداد في يوم العاشر من هذا الشهر من أجل دعم ومساندة المتظاهرين في ساحة التحرير، وهذه الأنباء الآن لغاية الآن هي متداولة في يعني مواقع التواصل الاجتماعي. هذه يعني هذا الأمر يأتي بالتزامن مع يعني هناك مخاوف من قبل شيوخ العشائر في كربلاء لدخول بعض المندسين الى محافظه كربلاء، خصوصا بعد ان برزت يعني دعوه بيعني دخول متظاهرين الى كربلاء ومن ثم الى بغداد، يعني يتوجهون من المحافظات العراقيه ويكون تجمعهم في كربلاء ومن ثم التوجه الى بغداد. وشيوخ العشائر كان لهم موقف من هذا الامر يعني خوفا من يعني تسلل المندسين من المحافظه والقيام باعمال تخريبيه بهدف استهداف الاحتجاجات. اليوم قاموا ب يعني بدأوا ب يعني الوقوف على مداخل المدينة لمنع المندسين
من دخول المدينة والقيام بأعمال تخريبية أو استهداف المتظاهرين السلميين المتواجدين في ساحات لا تفهم. طارق الخفاجي، مراسلنا من كربلاء، شكرا لك على كل هذه التوضيحات.